كتصوب بالحجر حرفي، كتطلع بالحجر حرفي، كتبقى يلاه يلاه تبعد الحجرة بالحجرة بالحجرة تطل آخر درجة، كدور للقبة تسقف حجرة فيها مترو على مترو داير كاري آخر نهائي السقف تقريبا 140 سنة ولا وزيادة زيادة. داز فيها جدي مع جداتي الله يرحمهم، عاود داز فيها ولدو مات عند في 80 في عنده تقريبا 80 ولا 90 تا هو ولدو داز فيها تصرف فيها هنا ايوا من تما ولا نحسب لي شحال يديروا كيخدموا بالحجر يدوروا في جو الارض داروا فيها داروا فيها بالخطوه عبره بالخطوه ما كان كاع على المتر ولا كذا خطوه دور بها دار بحال هكا قنبه في الارض ودور هاك سير يسجلوا فيها يلاه يلاه طالعين بنيتها حتى النهائيه طلعت بالسقف. التاريخ اللي عقلت انا حضرت فيه ولكن حضرت فيه في هاد النواله ديال المظهر انا اللي زيت الحجر على كتافي وقلت انا زيت الحجر على كتافي وطلعت مع الدروس سقفت على هاد النواله هادي. هذاك الوقت كان كاين الحجر في الارض المعلم الا كان المعلم مع الخدامه يطلعها على سيمانه يطلعها خصو غير تكون لي الحجر موجود عنده. هاد البنايه تقدر تكون فيها شي 140 عام 150 عام باش بنيه، هذا التراث تراث قديم عندنا ولكن خصو يحتافظوا عليه ما محتافظينش عليه كيريب كاين شي وحدين بلايص رابو حيت هو دابا كيتبنى غير بالحجر. الحجره كانت قديمه كيهزوها جوج الناس واحد، دابا هاد الناس ديال الجيل ديال دابا ما بقاش كيقد يهز هذيك الحجره ما كيعرفوا اي يهدموا يريبوا ما بقاوش كيحتافظوا على هادشي كيسولوا عليها ولكن ما عارفينش كيفاش تبنات وكيفاش جات هذيك الحجره. الناس كانوا يجيبوها من الخلا بثلاثه كولومير كاين اللي كتبنى على عام يجيبوها كانوا الجمال ما كانش لا كاميوات لا تراكتورات لا والو. ودابا هاد الجيل دابا هذا الجيل الخامس ديالنا حنا الجيل الخامس من بكري وهي كاينه التراث ديال التازوطا بقات واقفه اللي ما احتفظش عليها كيريبوها كيريبوها كياخذوا الحجار وداك الشيء ديالها كيبنوا به. دابا ما بقاش دابا حتى شي واحد ما بقى يبنيها دابا كتبنى غير بالحجر بحال هكا ما حرفي حجر كيحطوه كينجروه كيقادوه ما كاين لا حديد لا والو. انا بناي ولكن ما نقدرش مابقاش نقدر نصايب بحالها صعيب صعيب باش تبنيها ويخلوها ليك عندها طريقه. بكري كان لا مترو لا والو كان كيعبروها بالقنبه ويدهم بحال كلقامه صافي كان اللي كتضرب عندهم عام عاد كيبنيوها بحال اللي بنا تازوطا بنا بحال اللي بنا فيلا كانوا كيديروها وكيديروا لها الكسكسو والناس يجمعوا الناس يديروا لها الزرده بحال هكا باش الناس تفرح بهاد التازوطا كانت هي السكنه ديالهم. دابا ما بقاش دابا ما كيسينش عليهم ما عاطينش الاهميه ديالهم والما لابان ديالو اللور على البره ديالها وكيديروا لها الحجر وكيعطوها العرض ديالها كيعطوها واحد المتر ولا متر ونص باش هي في الصيف تعطيهم البروده وفي الشتاء تعطيهم السخونيه ديما بحال هكا بارده في الصيف وفي الشتاء سخونه على حساب الحجر ديالها وداك الشيء كيعطي البروده. ولكن دابا خصهم يتهموا بهم ويحتافظوا على التراث ديالنا. تكون الشتاء اللي ما دخل عليك لا الشتاء لا والو بحال اللي عندك هادشي ديال الجديد دابا بحال هادشي البني كيخبوا فيها الناس كيسكنوا فيها ما كيخرجش يخبوا فيها كانوا كيديروا المطامر طامر تحت الارض هما اللي كيخبوا فيهم الزرع. دابا هذه كانت سكنه دابا من مؤخرا ولا كيديروا فيها التبن كيديروا فيها الزرع ما ولا كاين اللي سدها ومخليها تراث وكاين اللي كيريبوها ما محتافظينش عليها. المسؤولين بغيناهم يشوفوا في هذا الشيء ويحتفظوا لنا على التراث ديالنا الاجيال ديالنا اللي جايين من مورانا ولولادنا وكل شيء يبقى تراث ديالنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.